وكيف الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم، اسمي ديالي حسان، أنا مسؤول على مطعم الكناس اللي في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة. أهلا وسهلا بكم إن شاء الله عندنا في هذا المطعم اللي سميته مطعم الكناس في أبو ظبي، مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. وشكرا لهيبا بريس على المجيء ديالكم لعندنا إن شاء الله باش تشوفوا معنا الأجواء المغربية اللي عندنا هنايا في هذا المطعم. كيفاش جاتك الفكرة ديال تأسيس هذا المطعم هذا؟ والله في الحقيقة حنا كنا أول كان الأخ ديالي هنايا موجود، وكنا فكرنا بأن كان ديك الوقيتة ديال 2008 فاش فتحنا ما كانش مطاعم مغربية، فكرنا بأننا نديرو شي مطعم مغربي على حساب الناس المغاربة باش يبقاو فين يجيو ياكلوا ويجيو ماكلة مغربية ويعيشوا الأجواء المغربية اللي كانت تفتح. يعني ملي كتدخل لهذا المطعم كتحس بأنك بحال راك في المغرب. يعني راه ماشي في 100%، ولكن في خلال الديكور والموسيقى نحاولوا نقربوا الناس للمغرب بالوثائق اللي كنحطوا لهم بزاف ديال الحوايج، يعني الطواجن الماكلة المغربية على أصولها، كنعاودوا نقربوا شوية المغرب باش الناس تعيش في الأجواء شوية مغربية. عندك شي اضافات بغيتي تقولها؟ المناسبه بعد المناسبه اللي كان هي الولد نادر الولاد البيضاوي، وكنتمنوا ان شاء الله التوفيق في هذه المباراه ديالو ان شاء الله، وعلاش لا مالا بالفوز بكاع بال سميتو بلاكار ديالو، والماتش ان شاء الله احنا غادي نديرو هنايا عندنا في التلفازه، غادي نحلو عندنا في التلفازه، وكنقولو للمغاربه ان شاء الله اللي ما قدروش يمشيو للتيران يجيو يتفرجوا عندنا ان شاء الله، هنايا موجودين في الاجواء المغربيه ان شاء الله. شكرا 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 شكرا. الصراحه انا من سكان مدينه العين، زيارتي على ابو ظبي زيارتي للمطعم مكناس هي من الخدمه المميزه والاكل الممتاز بصراحه، يعني المطاعم الممتازة، وأتمنى تكون في سلسلة مطاعم في كل إمارات الدولة من أبو ظبي إلى الفجيرة. شكرا. سير على الله. السلام عليكم. هذا أول مرة إن شاء الله غادي يعجبنا. زيد تفضل كمل. باش نحسوا بالحنين للوطن. تنجيو لهذا المطعم وكناس ان شاء الله الماكله غادي تعجبنا. شكرا. موتور بوهيما المتخصص رقم واحد في اعلانات سيارات بالمغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.